أمل بوسعادة دخل مباشرة في الموضوع ومن دون مقدمات افتتح باب التسجيل في الدقيقة الثانية عندما استغل المهاجم بالغربي هفوات اتحاد الحجوط وأسكن الكرة في الشباك معلنا التقدم ومزيلا شيئا من الضغط. بداية مثالية للمحليين أمام ضيف لم يجد معالمه طيلة الشوط الأول وحاول عبر كرات ثابتة دون جدوى. الدقيقة 22 مخالفة مباشرة طبال جانب القائم في هذه الكرة. أشبال غيموز استثمروا في ضعف دفاع الحجوط وضعفوا النتيجة بعد خطأ دفاعي آخر. الكرة وصلت إلى المدافع خليل ليضاعف النتيجة 2-0 للمحليين. كرة أخرى ترجمت سيطرة أمل بوسعادة عندما روض بالغرب هذه الكرة وسدد لكنها فوق المرمى. هدفين دون رد هي النتيجة التي انتهت عليها المرحلة الأولى وكان يمكن لأمل بوسعادة التسجيل أكثر من هذه النتيجة. في المرحلة الثانية تراخى المحليون نوعا ما بدليل بعض فرص اتحاد الحجوط والرد لم يحمل فعالية الشوط الأول لبوسعادة. مثل هذه الفرصة لبالغربي وجها لوجه يضيعها. بالغربي المباراة في الدقيقة 75 في وضعية جيدة وسانحة يسدد الحارس شلة ليرده. اتحاد الحجوط وفي نهاية المباراة بعث الشك في اللحظات الأخيرة.